سجلت السلطات الصحية الأردنية حصيلة قياسية للوفيات بلغت أكثر من 100 حالة، بالإضافة إلى عدد إصابات يومية تخطت 9000 إصابة. هذا الواقع فرض حملا ثقيلا على القطاع الصحي، وفاضت المستشفيات من الحالات المتسارعة. وللحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من عمان عبر سكايب أخصائي الميكروبات الطبية والمناعة السريرية الدكتور لؤي أبو قطوصة. صباح الخير دكتور لؤي. إذن من 200 و 300 حالة أول إلى 10,000 حالة، عندنا 100 حالة وفاة سجلت في الأردن، ما الذي حصل؟ أسعد الله صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين في أنحاء الوطن العربي. نعم، الحقيقة إحنا نمر حاليا في الأردن بموجة وبائية شديدة جدا وشرسة، بدأت منذ أكثر من شهر تقريبا، ونمر الآن في مرحلة الذروة لهذه الموجة. صاحبها وجود انتشار واسع وكبير جدا في السلالة البريطانية المتحورة من الفيروس كورونا. هذا أدى إلى ازدياد عدد كبير جدا في الإصابات. لم يكن هناك أيضا تركيز كبير على موضوع اللي هو العزل المنزلي من قبل المواطنين الذين أصيبوا أو خالطوا مصابين، أدى ذلك إلى زيادة كبيرة جدا في الانتشار، وصلت إلى تقريبا 2.5 و60% أو 70% زيادة عن السلالة الأولى أو المتحورة الأولى التي ظهرت في الموجة الأولى. فهذا هو السبب الذي نقل الأردن إلى هذه المرحلة المتقدمة تقريبا من الناحية الوبائية في الإصابات. يعني دكتور أنت تركن إلى أنه عدم التزام البعض في الحجر المنزلي هو الذي تسبب بتفاقم هذه الإصابات وليس شيئا آخر؟ هذا السبب الأساسي. هو إحنا نعم السلالة البريطانية كما يعرف الجميع أو المتحورة البريطانية تفوق قدرة السلالة الأخرى أو السلالات الأخريات الموجودة ب60 إلى 70 ضعف، يعني تستطيع مثلا أن تصيب الناس بشكل أكبر بنسبة 70%. هذا حصل عندنا في الأردن. اتخذت الحكومة بعض الإجراءات، من إجراءات طبعا حظر ليلي إلى آخره، ولكن أيضا كان لدينا مشكلة كبيرة فعلا. يعني إحنا رأينا أنه بعض المصابين كانوا يخرجوا من بيوتهم ويخالطوا مثلا، في يذهبوا إلى أعمالهم، يذهبوا إلى محلات السوبر ماركت مثلا، بعضهم كان يذهب إلى أيضا المسجد، بعضهم كان يذهب إلى المدارس في الفترة التي كنا فيها وفي الجامعات. فباعتقادي هذا كان أحد أهم الأسباب. يوجد طبعا بعض الأسباب الأخرى لكن لا تشكل هي السبب الأساسي. هذا هو السبب الأساسي في سرعة الانتشار، بالإضافة أنه كانت وتيرة المطاعيم في بداية الجائحة قليلة. يعني كان نسبة الإقبال عندنا على التسجيل على المنصة في حدها الأدنى. اليوم الحمد لله إحنا وصلنا مرحلة جيدة جدا من المسجلين، وزادت الآن وتيرة التطعيم في المملكة. طب المستشفيات دكتور، كيف استيعاب المستشفيات؟ هل هي قادرة على استقبال المزيد من الحالات؟ نسبة الإشغال في العناية المركزة؟ نعم والله إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة الحقيقة غير مسبوقة. يوجد ضغط كبير جدا على مستشفياتنا، بعضها وصل في نسبة استيعاب إلى 100%، بعضها وصل إلى 60%، بعضها وصل إلى 40%. تعكف الآن السلطات هنا في الأردن على إنشاء مستشفيين ميدانيين جديدين وشراء بعض خدمات من المستشفيات الخاصة لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى تقريبا 200 سرير إضافي. ولكن أيضا يوجد بعض الأمور التي قد تكون من مش معيقات ولكن من الأمور الصعبة، وهي أيضا توفير كوادر طبية كفؤة ومدربة تدريبا كافيا، حيث لدينا بعض النقص في الكوادر خاصة في المعالجة التنفسية والمعالجة الصحية. فنعم نحن في مرحلة غير مسبوقة في الأردن، وهذا يعني لم نشهده في الموجة الأولى ولم نشهده خلال، يعني أنا أعيش في الأردن منذ أكثر من 30 سنة، لم أشهد في حياتي مثل هذه المرحلة التي وصلنا إليها في الوضع الوبائي. طيب. لكن متفائلين إن شاء الله إنه ربنا إن شاء الله بالتأكيد. دكتور كيف يمكن للأردن الآن تسطيح هذا المنحنى المتسارع في الصعود، وبالتالي كما ذكرت وصولكم إلى الذروة؟ هل التطعيم فقط هو الحل؟ هل الطعوم متوفرة؟ نسبة الإقبال عليها؟ نعم هذا السؤال جيد. الحقيقة نحن نسير في مسارين متوازيين، التطعيم وزيادة وتيرته. نعم أصبح هناك في توفر في المطاعيم حالياً،
في تعاقدات على مطاعيم تصل إلى 2 مليون تقريبا. حاليا عدد الذين تلقوا جرعة واحدة أو جرعتين يصل إلى 200 ألف، لا يزال في الحد ليس عاليا جدا ولكن جيد مقارنة في بداية الجائحة. لكن نعم، ليس هو الطريق الوحيد، لا تكفي الإجراءات هذه للاعتماد على تسطيح المنحنى، لابد من تجديد الإجراءات على الالتزام بالنسبة للمواطنين. قد يتم تغيير اللي هي مسألة الحظر ونلجأ إلى الحظر الشامل، وهو أحد الخيارات المطروحة برأيي وبقوة، ولكن يعني ليس بالسهولة بمكان، لأنه يرتبط بمشاكل اقتصادية، الوضع صحيح. الاقتصادي للمواطنين شوي تعبان، لكن قد يكون للأسف هو الحل الصعب، ولكن هو الحل الأمثل إذا صار مع وتيرة المطاعيم العالية جدا في المملكة. هل هناك التزام من قبل الناس دكتور في الأردن بالتباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات؟ الناس يعني كمان النسبة زهقت يا دكتور، يعني مظبوط، هذه مشكلة. ما يا أخي صحيح زهقت الناس وإحنا زهقنا، لكن بنفس الوقت أنت تخسر أعزاء على قلبك. صحيح. يعني إحنا لما نسجل في يوم 100 وفاة صح. ولمدة 10 أيام، هؤلاء ليسوا عزيزين علينا وعزيزين على قلوبنا؟ هل نستطيع أن نعتمد فقط على وعي المواطن والتزامه؟ يعني لا أعتقد أنه يوجد التزام، ولكن ليس في مراحل عالية. أنا قلت لك شهدت بأم عيني حالات لمصابين يخرجون من بيوتهم، ويعني في منهم يبرر يقول لك أنا طيب بدي أعيش، بدي أشتري، بدي أكل. بعضهم يقول تعبت زقت. الآن المشكلة هذه مسألة أصبحت يعني ليست فقط مسألة يعني ذاتية، هي مسألة أمن مجتمعي. صح. أنت حينما تخرج وأنت تعلم أنك مصاب، أنت توجه عدوى تسبب في وفاة إنسان، فلماذا هذا؟ يعني بصراحة لا أعتقد أنه الالتزام وحده يكفي، لأنه نحن لسنا في حالة مثالية بلا شك. ويوجد تجاوزات، فلا بد نعم من إجراءات صراحة صعبة تضمن عدم نشر العدوى في المجتمع، لتقليل الضغط على المستشفيات وتقليل عدد الوفيات. والله أنا في هذا الأسبوع خسرت أكثر من 3 من أعز أصدقائي ومن فئات مختلفة، يعني ليس كلهم من الله كبار السن. رحمة الله عليهم. الله يجبر مصابكم يا دكتور، ونتمنى دائما الصحة والسلامة للجميع. شكرا لاختصاصي الميكروبات الطبية والمناعة السريرية الدكتور لؤي أبو قطوسة، كنت معنا من الأردن.